كنا احس عند الباب. صدق؟ اي معاك؟ لا 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 خليك خليك خليك. كنا احس هناك. يا هلا يا هلا يا هلا مرحبا. هلا 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 هلا. هذا هو يا مشعل صاحبه، مشعل ولد لابوه غريب. السلام عليكم. السلام. هلا حياك 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 مشعل يا ابني. قاعد نسيتي يا مرحبا. قاعد اهلا فيك بسعاده. انا اسفه ما شفتك، بس انت عارف قبل الام. بس بعد شهقلب ان شاء الله يهديك. كاهو يا بعد الله يهديك. مشعل ما قصر ووداني حلقت وجايب لي اجماقه ايش زينه. مشكور يا ولدي. الله يسلمك. مساعد اخوي يا خالد. خليك من هالسوالف وقم جيب جنطتي. ان شاء الله تامر يا ابوي. يلا خله شوي خليه يقعد يرتاح. بعدين يبا. شلونك يبا؟ بخير. مشتاق لك يبا. ما شاء الله ما شاء الله. يما ابي مجهوس وابي محمد كل شيء وابي مربيه ويريش وهريس وصب القفشه. كل شيء يبا. يا عزيمه حاضر. ما تبي تاكل شيء؟ مو جاي على بالك شيء؟ طول بعمرك انت تبي. لا ما انا مشعل اذا بخاطرك شيء ترى البيت بيتك وانت اخوك. اكيد اكيد والله البيت بيت وما تقصرون. الحمد لله. تبي قهوه ابوي؟ لا لا كل شيء. انا مزهبه كل شيء. شاي شاي يمه. بزعفران يمه. يبا انت شلونك يبا؟ بخير. شلون صحتك؟ لا زين بس السكر ينتبع شوي. ايه معلش. هم ينتبع ساعات ينزل. كل امراض فيك. لا 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 لا. يعافيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. عساك على القوه يبا. ما شاء الله لا استصح. الحمد لله. الحمد لله يبا. ها ها انا قوي جدا. طول هدوه. اي يبا الحمد لله. الدكتور قال لي ما فيك شيء الحين. عيش حياتك. عيش حياتك. عسى الله ان شاء الله يسعدك دنيا واخره. مشكور مشكور. ما سوينا شيء. اهل ومساعد اخوي يعني. ايش رايك بالسكوى يبا؟ ما شاء الله ما شاء الله. معرس يبا. ها؟ طبعا معرس. انت معرس. اقول يبا خالتي ايش اخبارها؟ لا يا تمك ان جد. ان شاء الله يبا. ان شاء الله ان شاء الله يبا. حكي ما قال عيب يبا. يبا سلم على خالتي بعد. خالتك ان شاء الله. يبا خالتي مشعل. شلونك مشعل؟ شلون يا وياك يا ولد؟ انسى 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 يبا انسى. زين الوحده زين. الله سبحانه وتعالى الحمد لله اعطانا نعمه النسيان. اي والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تبي قهوه؟ لا والله شارب قبل اسبوعين عمي. ما الو هلا عمتي. بخصوص طلبيه اليوم نبي نزيد هالرطل. اي هذه الطلبيه شو يسمونها مطلوبه وضروري وايد مسدده. لا 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 تحاتين ريال نعرفه وخوش واحد يعني زبون سلم. لا لا نعرفه من زمان. اي ان شاء الله. الفلوس اي لا تخافي لا تخافي موجودين. اليوم انا اليوم انا بيب ومالي. الا عمتي وين شنتي؟ بالبيت؟ يلا ماشي انا شي ساعة ساعة كذي ان شاء الله اكون عندك. تفضل. يلا تبي شيء؟ الله يسلمك. يلا باي. اي اي يا شروق والله والله اذا ما دفعت الشيكات اللي كتبتيها على ابوي وعلى حسابك ما اطلع على طلاوة ابوي.
الو، هلا هلا محمد، بخير الله يسلمك، شلونك؟ ها ما راح نشوفك؟ مشغول بالوظيفة الجديدة. أنا الحمد لله بخير. صحيح إني تأزمت لما تحولت للتحقيق ومريت بظروف نفسية صعبة، بس الحين الحمد لله تحولوني على مكان وايد زين وماشي الأمور بشكل طبيعي. نسيت أقول لك، مساعد صار زين وقام يمارس حياته بشكل طبيعي وطاب وطلع من المستشفى. لا هو قال لي اني راح التقي فيه خلال هاليومين. صدق؟ الحمد لله. مشكور يا محمد. مع السلامة. هلا والله، شلونك سلام؟ شو أخبارك؟ طمني عنك. داوم إن شاء الله حبيبي. سلام، أبيك كذي ساعتين تخبرني، ها؟ لا مو بالشقة. تذكر المكان اللي توعدنا فيه آخر مرة؟ أي هذا أبيك تجيني فيه. أي بسلمك البضاعة الجديدة. بس السلام تكفى، أبيها الليلة، ها؟ أبيك تصرف لي إياها، تصرفها بأي طريقة، بس الليلة أبيها، ها؟ إيه والفلوس عطنا إياها معك باكر، بنفس المكان وبنفس الموعد. بس تكفى السلام، ما أبي اتصالات. لاك يبا شنو ليش؟ لازم نأمن على نفسنا يبا. يلا صار تبي شيء؟ يلا حجي، باي باي. الو، هلا عمي، شلونك؟ عمي ترى شغلك جاهز، ها؟ اي جاهز، نفس المكان. فلوسك ذاهبة؟ اي بعد اهم شيء يعني. اي حياك، يلا انا اترك. اي نفس المكان، نفس كل شيء. يلا حج، يلا عمي، باي. اي جيت نهايتك يا شروق، والله لا خليتش تسدي من الدين، والله نطري علي شوي، إذا ما خليتك تسدي من الدين قد شعر راسك. ألو؟ ألو، السلام عليكم. مباحث العامة؟ أبوي عندي بلاغ بقدمه. بخصوص شنو؟ بخصوص سيدة أعمال التاجر بالمخدرات. ممكن تعطيني بياناتك لو سمحت؟ طال عمرك أنا فاعل خير. وشلون أدري أن البلاغ صحيح مو كيدي؟ طال عمرك أنا أحب ديرتي وأكره اللي يخربها وايد ويخرب شبابها بعد. وصدقني طال عمرك انا صاج، واذا درت ان احنا الحين بلغين عنها راح تغير مكان البضاعه وما راح ندري وين حطتها ولا راح نقدر نصيدها. عيل من التاجر؟ هي سيده اعمال، وبعطيكم معلومات وافيه عنها وعن البضاعه اللي خشتها ببيتها. اشوف. اوكي. ايه لا طال عمرك، ويعطيكم ألف عافية، ما قصرتم.
لازم. هذه آخر مهمة لي، لا اسم لا عنوان ولا أي دليل. أنا أدري، أنا أعرفكم كلكم، كلكم هي مطرشتكم دافعت لكم فلوس. منو؟ منو تقصد؟ ما راح أخليكم، ما راح أخليكم. باعتني، باعتني عشان الفلوس، عشان وسخدني شوية ذهب وأسهم وشوية عقارات. ما كان اسمح، كان ينون. أنا مستعد أبيع هالبيت وأدفع مهر لأي بنت ثانية. كل البنات يتمنونك بعد أمر. يبا أنا ما أبي شيء، خلي البيت عندك، أنا ما أبي البيت، أنا أبي هالبنية. يعني أفهم من شذي إن أهلك كانوا رافضين، ليش مساعد؟ كان في أسباب خاصة؟ لا ما كان في شيء. اللي عرفته بعدين انها تزوجتني عشان تفتك من المشاكل. ريل امها كان مو زين، هي عاملهم معامله جاسيه ويعني اسلوبها كان مو زين معاهم. ايش فيك يا ابن الحلال؟ ايش فيك؟ اكيد شروق وشروق، هذه عافسه حياتك. ايش فيك؟ كل ما اشوفك شايل هموم الدنيا على راسك، صاير بعد؟ هذا انا ما اخذ منك الا كلام وبس، ان شاء الله وباشر واللي بعده كلام فاضي وبس. ان شاء الله ان شاء الله، بس انت طلبي ان الله ييسر الامور. احنا وصلنا لما كنت تتكلم عن جشعها وعن طمعها، وكل يوم كانت تسوي لك نجره، وكل يوم كانت تسوي لك سالفه على طول على طول. ايش اقول لك اختي فوزيت؟ بس انت خفي طلباتك، مدري لك على قد لحافك. اي طلبات الله يهداك؟ اي طلبات اللي تحكي عنها؟ يعني شلون؟ ما تبينا نصرف؟ ما تبينا ناكل؟ ما تبينا نشرب؟ ما تبينا نسافر؟ انا اقدر اسوي كل شيء. انا ماني عاجز. واللي يسلك قول حق امي، قول خلي انت تدعي لي. بتطلعون مكان، بتروحون مكان. يا عمي رايحين نتغدى. شنو؟ لا غداكم هني، احنا حاسبين حسابكم، عفا عليكم، بس تغدى وعينه من الله خير، وتالي كيفكم، الله يحفظكم. ام سعد هلا. يبا يلا توكل على الله نجبيبه. اي ان شاء الله. الحين زين كذي؟ امك انا تسوي فيني كذي؟ ما عندنا رشحون، الهدوم كلها بالغسيل الفوت. شنو ايش؟ لا يسمعونك يا شروق. بالطقاق اللي طقها، انا مرة ثانية ما هي بيت اهلك، سمعت ولا اقول؟ خلاص ينسحب وجهي المرة. انسحب وجهك؟ انسحب وجهك؟ وين اصرف هذا انسحب وجهك؟ زين، انت صلي على النبي، وانا الحين نروح نبدل واعشيك باحلى مطعم بعد. ما ابي. حصة؟ اهلين. ايش فيك مساعد؟ مو متوقع جايتي؟ لا بالعكس، جايتك عزيزة وغالية أصلاً أنا استانس بأشوفك. إيه مو مبين هالكلام. أشوفك تسأل، ما تقول خالتي وبنت خالتي خلا مر عليهم. شاغل الدنيا والدنيا تلاهي والواحد هم مشغول، ما في وقت، بس لا تحاكي، أنتوا بالقلب وبالبال. إن شاء الله هالحكي يصير فعل. إن شاء الله، أنتِ بس سوي صب القفشة و24 ساعة راح أجاوبك. بس عشان صب القفشه؟ لا طبعا، عشان خالتي وبنت خالتي بعد، صب القفشه اهم شيء.
زين شيخ انا قاعد اياك. التحريات اللي سووها الاخوان اثبتت صحه المعلومات الوارده في البلاغ. فعلشان كذي نبي المهمه تتم بمنتهى الدقه والحذر. مفهوم؟ مفهوم طال عمرك، احنا اخذنا كل الاحتياطات والتحضيرات اللازمه للمهمه. عيل على بركة الله، كتبوا لي تقرير بعد ما تنتهي المهمة إن شاء الله. صاب طال عمرك، مع السلامة. الله وياكم إن شاء الله. معانا امر تفتيش البيت. بيت؟ هذا شغل؟ هذا شغل؟ هذه عذاري بنتي. ليش؟ شروق شو مسوية؟ طولي بالك راح تعرفين كل شيء. أنت مقبوض عليكم بتهمة احتيال تجارة مخدرات. سامحيني يا عذاري. يما أرجوك سامحيني. أنا أذيتكم وايد. أنا سبب كل المشاكل اللي أنتم فيها. سامحوني. Thank you.
لحظة يا حضرة الضابط لو سمحت. أمي وأختي ما يدرون عن شيء. إذا كذي آخذ معي وآخذ أغوالهم وراح أرخصهم. الله يكون بعونك يا اخوي. عيالك وينهم الحين؟ عندي عدتهم بس انا ما ابي اخليهم يقولون كذا. لازم اخذهم. يتراوالي انهم يكونون عند عدتهم اريح لهم. لا يا اخوي، عدتهم بروحها طلعوها ما يبي يطلعونها من البيت، لان المباحث حاجزين على البيت ومسكرينها لين يخلص التحقيق. وليش عدتهم وين قاعده الحين؟ اللي عرفت انها قاعده عند واحده من جماعتهم. بس انا لازم اخذ عيالي. مو معقول عيالي عندهم ابو وبيت وقاعدين عند ناس غرب. لازم اخذهم. وليش ما تاخذهم هم ويدتهم عندك من البيت؟ لا يا اخوي، يدتهم كل يوم والثانيه رايحه التحقيق والشرطه دازين عليها، وانا ما ابي عيالي يحسون بشيء. حسبي الله عليك يا شروق، كانت بليتينا بلوه. لعنه الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. انا جاي اشوف بنتي شروق. ترى بنتي طيبه وحنونه واللي بيدها مالها. انا يوم نصحتها وقلت لها حافظي على حلالك، لا تفسفسين بيزاتك على خلق الله، لكنها ما سمعت كلامي. كانت تقول هذيلا فقاري هيما يكسرون خاطر. حجي انا ما سالتك عن قصه حياه بنتك. توكل على الله وروح قدم على اجازه وقعد مع عيالك احسن لك. صح، هذا اللي بسويه. زين هم عندهم خدامه؟ بلا عندهم خدامه و24 ساعه وياهم. خلاص يا اخوي هانت، خلهم مع الخدامة وانت رايح راد عليهم لين ما ربك يفرجها. هذا اللي بسويه. انا قاعد وياهم وونسهم، ولو طلعت الخدامة تجابني. خلنا نمشي شوي. يا الله. ليمو، هلا ليمو، هلا حبيبتي، هلا. شلونك؟ شفت يما؟ شفت يا عيال الحرام اللي سووا فيني؟ شفت شلون قطوني هني؟ انا عمري ما اذيت احد
ولا كليت فلوس الناس ولا ظلمت. ليش يصير فيني كذي؟ ليش؟ أدري يا يمه، أنت ما تستاهلين كل اللي صار لك، ما لحقت. هذا كله من عيال إبليس، هم اللي دبروها. أموت وأعرف، أموت وأعرف يا يمه. أدفع نص عمري وأعرف من اللي سوى فيني كذي؟ من اللي قدني بهالمصيبة؟ أنا شنو سويت؟ جاسم الله يرحمه لي آخر يوم وأنا بداريته ومباريته، أنا شنو سويت؟ أنا ما ظلمت ولا أذيت أحد، ليش يصير فيني كذي؟ ليش يا يما ليش؟ ما علينا، ربك كريم وبيحلها إن شاء الله، لا تحاتي. زين يما، رحت المحامي؟ تكلمتي معاه؟ دبرت أي فلوس؟ أي فلوس يما؟ الفلوس كلها صادروها خلاص؟ فلوسي أنا ورثي من جاسم، شركاتي، فلوسي اللي في البنك كلها راحت؟ كلها صنع الحديدة اليوم. لا يما لا، لا تقولين كذي، هذا ظلم، هذه فلوسي أنا، هذا تعبي أنا، أنا تعبت عشان أكون هالثروة. يما مصدجت؟ مصدجت كلها راحت؟ كلها يا يما. بسم الله ونعم الوكيل، بسم الله ونعم الوكيل. انزين وشلون أنا؟ يما ولي سلمك، لا تخليني هني. أنا ما راح أخليك هني. إيه ما راح أخليك، أنت لا تحاتي. زين من وين راح تدبرين فلوس؟ ربك كريم. ها زين يما، تدري شلون؟ روحي حق عبد الوهاب. إيه عبد الوهاب وعلي هذيل ربعي وأكيد ما يقصرون معك. إيه يا يما هذا قبل، الحين الكل سد أبواب أبوي هنا. معقولة؟ معقولة الناس كلها تخلت عني؟ كلهم. كله منك يا يما، كله منك، كله منك. أنا؟ إيه. ليش يما أنا سويت؟ كله منك، أنت ما خليتيني أتصرف عادل. كله لا، وما يصير، وما يجوز، ذاك وهذا، كله واقفة بحياتي، عقبة، كله أنت عقبة بحياتي، واخري عني. وخري عني، أنت عقبة بحياتي، أنا كل اللي صار فيني بسبتك أنت، إيه بسبتك أنت. ليش يا يما أنا سويت؟ أنت تركتيني أنا وأختي عذاري، رحتي تزوجتي، عقب ما مات أبوي. إي أبوي كان يحبنا، يحبنا أنا وأختي عذاري، كان زين معانا. أهل أبوي كانوا يحبونا. كنت أقول لك يما أروح بيت يدي، أنت ما ترضي عشان أنت ما تحبينهم. يا يما أنا تزوجت بعد أبوك عشان أربيكم. تربينا؟ لك أنت تمشين ورا رغباتك، ورا مصلحتك أنت. ما كنت تفكرين فينا لا أنا ولا أختي عذاري. كنا ننام على الأرض وأنت ما تفكرين فينا. بيتنا قديم كان، بنشتغل علينا الماي، وبالصيف نايمين على الأرض من الحر، وأنت ما تسألين علينا. كل هذا اللي هانت فيه بزبتك أنت، بزبتك أنت. إيه بزبتك أنت. أنت لو خالت تركتنا لأختي عذاري بيت يد ويدتي، كان ما صار هذا فينا، صح؟ تحكي. ليش ساكتة؟ ليش ساكتة؟ قولي إنك غلطتي فينا، قولي إنك ما عرفتي تتصرفين الصح. رحتي جبتي ريال غريب كان يطقنا ويبهدلنا، زرع بقلب الحقد والكره، صرت إنسانة ثانية، ما أعرف الحلال والحرام، بس أبي أذي، أدوس على كل إنسان يوقف بطريقي، حتى لو كان هالإنسان ضعيف ولا حول ولا قوة. تعلمت آخذ كل شيء بالقوة، حتى لو كان هالشيء مولي. أنا بتمشي بالغلط وانتي كلها تشجعيني، عفي عليك، زين منك يمه. اي ابيك اقوى، لما قلبي مات، لما انا صرت انسانه ثانيه، صرت وحش. ماني انسانه يا يمه، ماني انسانه، انا وحش، انا وحش، انا وحش، انا وحش. انا شريره يا يمه، انا شريره. وخري وخري عني انتي، وخري عني، لا تمسكيني انتي. لا تدري شلون؟ بروح من هني، وخري عني.
خياني لا تمسكيني، لا تمسكيني خياني. طبعا الدكتوره اكيد انت قاعد تسالين نفسك انا ليش طلبتك؟ طلبتك وطلبت لك عصير بعد. ثانك يو. حتى الانجليزي قمت اتحكى بي. انا طلبتك لان انا عقب ما طلعت من المستشفى ظليت محتفظ برقمك. قلت اكيد راح احتاجه بيوم من الايام. دكتوره أنا ظلمت، ولأني ظلمت أنا حسيت بالظلم اللي صار عليك أنت والممرضة محمد الله يذكره بالخير، كل ما أذكر كرشته أضحك. دكتورة أنا بصراحة أبيك تقبلين مني هالهدية تعويض على اللي صار لك أنت ومحمد. لا يا مساعد، أنا أرفض منك هذه الهدية. تدري ليش؟ لأني لما ساعدتك كنت مؤمنة ببراءتك، لهالسبب أنا ساعدتك، واليوم ما يصير أخذ منك أي هدية سواء كانت معنوية أو غير معنوية. أرجوك دكتورة لا ترديني إذا فعلا تبيني أرتاح، لأن أنا انظلمت مثلكم وحسيت باللي صار لكم، وانت كل اللي سويتيني ساعدتيني بنية صافية. اذا تبيني صدق اكون مرتاح البال والضمير اخذي الهدية. خلاص ماشي، ما راح ازعلك، كاني اخذت الهدية. بس ما قلت لي شنو السبب الثاني. الله يسلمك، وشلون اليهال؟ ان شاء الله مو مأذينك. مشكورة عمتي، خلاص قولي حق الخدامة خلت تذهب أغراضهم وألعابهم وأنا جاي آخذهم. لا لا عمتي والله عندي وقدام عيني أريح لي والله. لا خلا والله عدم مشكورة فديت قلبك. عساك على القوة، أنت بروحك مرة كبيرة ولا هي ويا قضايا البنات. إن شاء الله، خلت تخلص بس المحكمة إن شاء الله ويصير خير. مشكورة مشكورة. لا أنا كان نص ساعة وياي ها مسافة الدرجي. يلا مع السلامة. مع السلامة. أنا مديون لك بشيء. مديون لي؟ مديون لي بشنو؟ أنت عالجتي والحمد لله، حسيت إني وايد مرتاح ونفسيتي غير عن أول. أطلع أسولف مع الناس الحمد لله العلاج كان 100% اوكي معاي. طيب والسبب الثاني؟ نهاية قصتي مع شرقو اللي ماتت سامي. شروق؟ هي قصتها للحين ما انتهت. انا ما عرفت النهاية الا عقب ما طلعت من المستشفى والسجن. تذكرين الريال اللي قلت لك عنه؟ تزوجته شروق. اي ريال الغني؟ ايوه الغني عليك نور. طيب شنو صار؟ قول لي مساعد، قول لي بسرعه. الله يهديك دكتوره، انت لعم فيك ببلاغه شيف ماتيو زيد ذكرتيني بايام المستشفى. طيب كمل. سبحانك يا رب، الله ما يطق بعصا، نفس اللي سوته فيني صار فيها. ألف حمد وشكر لك يا رب. معقولة؟ يعني شروق الحين وين؟ بالسجن؟ اي بالسجن. سبحان الله، يمهل ولا يهمل. شفت يا مساعد، شفت ان اللي يسوي خير لازم يلاقي خير، وان اللي يسوي شر اكيد راح يلاقي شر. هذه عمرها ما سوت خير،
هذه ما تعرف إلا الشر. وواحدة مثل هالنوعية من الناس ما يهمها شيء إلا إنها تترس جيوبها، تسوي ملايين. مو مهم الطريقة ولا الأسلوب، حلال ولا حرام، صح ولا غلط، المهم تكدس ملايين على قلبها.